هذا العام عندنا مشكل بزاف، يعني الدلاح قليل هذا العام، ما كيجيش عندنا الدلاح للمنطقة ديالنا. كيدخلوا جوج كاميونات، ثلاثة كاميونات، ولا في كيدخلوا 40 50 كاميو. وهذا العام دابا تقريبا التصدير هو اللي يدير لنا هذا المشكل، وقلة الماء في زاكورة، ما كاينش الماء. و اش غادي نقول لك، والثمن حتى هو غالي بزاف. الثمن دابا تقريبا، دابا حنا كنشرجيو دابا ب 5 دراهم 6 دراهم، ودابا المواطن كتقول ليه 6 8 دراهم 7 دراهم كتجيه بزاف باش يدي الدلاح، هو 100 ولا 150 درهم بزاف عليه. المشكل اللي كاين عندنا هو دابا بان الدلاح قليل والتصدير كاين، وكاين حتى بالنسبه للزاكوره ولا دايرين لهم قطار ديال الواحد باش يفلحوه، ماشي مولف كاين اللي يفلح 10 قطارات 12 قطار 20 قطار. هاد العام عطاو غير قطار الواحد على قله الماء، وهذا هو المشكل الرئيسي اللي كاين عندنا حنا دابا في هاد الوقيته هادي. الموسم قاصح شويه اخويا، حيت دابا الغلا من الاول، يعني ملي تيكون التصدير لبرا وداك الشيء تيكون الدلاح غالي شويه. هاد العام الدلاح راه يعني في الجملة، تنهضروا بالنسبة للجملة، واصل ما بين البداية ديالو بدات ب 11 درهم 12 درهم، دابا حاليا واصل المليح، تنهضروا عليه ديما السلعة مليحة، يعني المليح دابا واصل ما بين 100 ريال 120 ريال 110 ريال. يعني بالنسبة للبنادم الدرويش قاصع عليه شوية الكوار، يعني هذا العام هذا ثمن خيالي، يعني كاين أثمنة خيالية. بحال العام الأول كان واخا كان الجفاف وشويه قضيه ناقصه، كان الكوار يعني ديبار ديالو 80 ريال في الجمله، يعني هذا العام ديبار ديالو 240 220، يعني قاصحه شويه بالنسبه للمواطن الدرويش، يعني قاصحه عليه بزاف. ودابا حاليا راه الكوار، يعني الناس تبغي تشري كوار ولكن تيجي في السومه غاليه، يعني راه تيجي قاصح. يعني ها هو الانسان تيعشق الكوار وداك الشيء وباغي ياكل الكوار، ولكن تجي 8 دراهم 7 دراهم قاصحه. يعني انت في الجمله دابا شوف، في الجمله داير 5 درهم 6 درهم سلعه مليحه، يعني لا بغيتي المليح 6 درهم 5 درهم ما يحيدوهاش لك، ما تحيدش عليها كاع. اما بالنسبه للدوزيام وداك الشيء، يعني تكون شويه ولكن ما تكونش فيها الماكله، يعني ديما خاصك تجيب المليح باش تصيب فيه الماكله بزاف د الحوايج. يعني هذا العام بالنسبه للدلاح موسم كارثي. كوار غالي اخويا شويه، كاين الثمن شويه والجوده قليله والناس زرعات بزاف قليل، الثمن كاين الثمن شويه طالع شويه. دابا تيدير شي 9 درهم في الجمله تجيبو هنا، تيتقام عليك بالترونسبور والخدامه وكذا، و صافي واخا ماشي تقول بنادم 12 درهم 13 درهم 14 درهم تجي قاصحه شويه، تيقول لك كوار هذا العام غالي بزاف. هذا هو هادشي اللي كاين، هذا هو المشكل اللي كاين عندنا في هاد مدينة سيدي علال البحراوي. كانت العام اللي فات كانت شويه الجوده وكانت السلعه بزاف، كانت كثيره تيدخلوا تدخل السلعه شويه، وكان مختفت شي شويه ديال الثمن، المهم كانت 8 درهم 9 درهم تسقط بها. بعدا كانت شويه، كانت الجوده، كان الكوار كبير تبارك الله كينساوي الثمن. اسباب غلاء ديال الدلاح نظرا لقله التساقطات وهادشي ديال الاحتكار ديال مثلا، حتى الدولة أن ما خلاتش الزراعة دارت لها التقنين ديالها وداك الشيء، بغض النظر على قلة التساقطات وحفر الآبار ولاو تاهما تيخصهم طوريزاسيون وكذا وهذا، يعني هما اللي كيستافدوا من هذه المسائل هذه. بالنسبة للفلاح الصغير ولا هذا ما عندوش خيار فين يمشي. يعني التصدير والجفاف، يعني من تيكون أصلا الدولة هي كتلعب على هذه المسائل هذه. الدولة أصلا من كيكون العرض أكثر من طالب تضر المواطن الضعيف. كانت تصدر مثلا عندها دوله، يعني كتصدر واحد الاتجاه واحد، مثلا كتصدر اوروبا بوحدها ولا كتصدر اوروبا افريقيا، يدير الاكتفاء الذاتي ديال المغرب راه ما بقاش، باش انه هاد الناس هادو غياكلوا هاد الفاكهه هادي اللي كيفرحوا بها من سنه لسنه وكيبقاو يتسناوها على اساس انه يتلذوا بها، والصيف نظرا للعطاش هذا يعني كتبرد هذاك الحراره اللي كتكون.